هاي موريس. مرحبا شانتال، يعطيك العافيه موريس. اكيد اضراب بكره عم تتوجه الانظار له. صحيح مزبوط، يعني هذا اضراب للاسابيع، صرنا 3-4 اسابيع ورا بعض، كل اربع او كل خميس عم يكون في اضراب لمطالبه الهيئات التنسيقيه باقرار سلسله ويحلها. بس بكره يختلف اضراب بكره، يمكن عام اكثر هو اضراب عام وتصعيد اكثر، ولكن بالنهايه في قرار مجلس الوزراء لازم يصدر بمكان معين بانتظاره. تفضل موريس. شكرا. والبداية اللبنانية، نتيجة عدم إحالة مجلس الوزراء سلسلة تدبر الرواتب لمجلس النواب خلال اجتماعه بقصر معبدة مساء امبارح، قررت هيئة التنسيق النقابية التصعيد والإعلان عن الإضراب العام الشامل يوم غد الأربعاء وتنظيم تظاهرة مركزية. وحول هالتحرك معنا مباشرة على الهاتف رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب. أستاذ حنا شكرا لكونك معنا على الهواء، يعني مطلبكم أصبح واضح اليوم، تطالبون بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب، ولكن يا أستاذ حنا بمكان معين حاكم مصرف لبنان كان أكد أن السلسلة عاطلة، الهيئات الاقتصادية أيضا، المدارس الكاثوليكية ما بتفقكم الرأي، العديد اليوم من الخبراء الاقتصاديين بيقولوا السلسلة اليوم هي سلسلة ستضر بشكل عام بالاقتصاد وما زلتم تطالبون بها. قبل ما نحكي عن موضوع السلسلة، تحركون على بكرة كيف رح بيكون وأين هي التظاهرة وكيف ستسير الأمور؟ أول شيء أنا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي بيحكي عن السلسلة، السلسلة حق لأنه نتيجة الهيئات الاقتصادية خلال 16 سنة رفعت الأسعار يوازي 120% تضخم. نعم. وبالتالي هن اللي رفعوا الأسعار وهي اللي من وراء سياستهم برفع الأسعار والاحتكارات فقدت هالرواتب والأجور قوة الشرائية. نعم. وبعدين الحكومة اجت أعطت قطاعين واعترفت بالحق. نعم. مثل قضاة وسيادة الجامعة اللبنانية وتركت القطاعات الثانية، وبالتالي ما بيقدروا إلا ما يعملوا نوع من عدالة ومساواة. عن اضراب على بكره اساس حنا اقروا السلسلة هني عن اضراب على بكره، التفاصيل حول الاضراب كيف حتتحركوا موضوع انه ما يجوا ياخذوا وياكلوها. نعم. من خلال الضرائب ومن خلال التقسيط. نعم. هذا اللي نحن استاذ حنا نحن بدنا بس نوضح للاضراب اللي بتسعوا تتنفذوه بكره، الاضراب والتظاهر كيف رح بيصيروا يوم غد؟ نحن بنوجه دعوه وتحيه للاساتذه والمعلمين والموظفين. نعم. والمتقاعدين وكل الاجراء. نعم. وانه يتوجهوا بكره اول شيء يلتزموا بموقف هيئه التنسيق النقابيه ويشاركوا كلهم بالاضراب ويشاركوا كلهم بالتظاهره، واذا ما شاركوا كلهم بالتظاهره التظاهره بتطلع ضعيفه، لازم يكونوا الكل سوا موجودين حتى ياخذوا حقهم لانه سلسله لكل الناس. فانا بوجه لهم نداء ينزلوا يشاركوا الساعه 11 من ساحه البربيل باتجاه السراي الحكومي وبالتزامن مع جلسه مجلس الوزراء. مشان شغله وحده، احاله السلسله اول شيء بصفه المعجل وبدون تقسيط ومع اعطاء تعديل الدرجات والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء وبدون ضرائب على اصحاب الدخل المحدود، هذا موقفنا. نحن بنكرره يلتزموا المسؤولين بالاتفاقات اللي عملوها. نعم. نحن اتفقنا معهم مصداقيتهم بالدعم بلا ما يضلون يربحوا وقت وبالتالي يماطلوا ويسوفوا. نعم. صارت واضحه وما في زوم كمان لتضلنا هالمساله تتجرجر يعني ولا اسبوع. نعم نعم استاذ حنا، يعني نحن بانتظار وعلى امل انه يكون في مشاركه، لان نحن بنلاحظ بالاضرابات اللي عم تدعو لها في تفاوت بالمشاركه، في مدارس عم تفتح، في مدارس ما عم بتشارك، في ناس رافضه لهالسلسله، على امل ما بعرف انه ما يصح الا صحيح بالاضراب. هذا رافض السلسله، كل سبب مع السلسله لانه هذه حق لكل الفقراء. في العديد منهم رافضين، يعني في مدارس استاذ حنا ما نشمل بهذا الموضوع لانه بياكلوا البيضه والتقشيره للهيئات الاقتصاديه. نعم. الواحد يعني استاذ حنا بس يعني. ما نشمل قول الكل موافق على سلسله، في العديد من المدارس اليوم والمؤسسات والاشخاص اللي رافضين للسلسله عم بيعرفوا مكان معين تداعيه معلمين والمعلمين. نحن بنعرف جيدا موقف المدارس الكاثوليكيه من الموضوع. اصحاب العمل يا اخي اول شيء دخلوا اكيد ضد، عم بحكي على المعلمين. نعم. السلسله لانه هذا حقهم طبعا بمكان معين. نعم. للمعلمين وعم بيتعرضوا لتهديدات وما عم بيخلوني اشاركوا. نعم نعم على طبعا لذلك بس المعلمين هدي حق. نعم. للمعلمين مش حق لاصحاب العمل. نعم. اصحاب العمل واصحاب المدارس الخاصه عم بيرفعوا صوتهم على كل يعطوا للمعلمين حقوقهم. نعم استاذ حنا، المدارس الخاصه الوحيده بهالدوله اللبنانيه حافظوا غلا معيشه لحد هلا. نعم ولكن بتعرف هالشيء وبتعرف. نعم نعم الصوت عم تعلى والرواتب عم تنزل وتضلها مجمده. نعم. من 16 سنه. نعم على كل نحن مع كل مطلب محق بمكان معين. نحن بدنا نشكرك استاذ حنا ونحن منتابع بنفس الخبر حيث كان الهيئات الاقتصادية أيضا موقفها الواضح من موضوع السلسلة. الهيئات بترفض رفض قاطع إقرار السلسلة حيث اعتبرت أن راح تقضي على الاقتصاد بشكل تام والإصرار عليها بشكل مزيد سياسي بمكان معين. حول هالموضوع معنا مباشرة على هاتف أيضا رئيس جمعية شركات الضمان بلبنان، وطبعا الجمعية هي عضو أساسي بالهيئات الاقتصادية، معنا الأستاذ أسعد ميرزا. أستاذ ميرزا شكرا لكونك معنا على الهواء أيضا، يعني كان لكم موقف
واضح من موضوع سلسلة أبو الرواتب، ولكن بمكان معين ربطتوا سلسلة أبو الرواتب بتهدد لبنان اليوم والكيان والوطن بشكل عام. هل خطورة السلسلة بهالحجم اللي كنتوا طرحتوه؟ أول شيء يعطيك العافية أستاذ موريس، شكرا وبالشكرا عم تتصل فيي بعد ما سمعت كمان حالنا الغريب على نحن. أول شيء نحن مع العمال، ما بحياتنا كنا ضد العمال. نعم بتعرف الوضع الاقتصادي اليوم مزري، ما يعني ما فينا نحكي شيء. اليوم الأوتيلات كلها فاضية، نعم بتعرف أنه عم تشكي، الشغل كله خفيف، شركات عم تسكر، في تجار عم تفلس، ما فينا نجي نحط حمل زيادة على القطاع الاقتصادي. يعني اليوم نحن لازم نسند القطاع الاقتصادي، اذا ما في اقتصاد ما في لبنان. انت بتعرف هالشيء. يعني استاذ ميرزا، انتم متهمين اليوم بانكم اصحاب بشكل عام، ولكن بين هلالين، باصحاب المصالح واصحاب الاموال بلبنان، وبمكان معين انتم محتكرين القطاعات الاقتصاديه ولا تبالون بشكل بمكان معين بالسلسله وبالمواطنين. ما بعرف الاتهام موجه لكم، كيف فيكم تردوا عليه؟ احنا ما عندنا مشكله اذا بياخذوا اذا بيعطون سلسله بس ما يحملونا نحن ضرائب زياده. اليوم هيك وضع، ما بيحمل بقى ضريبه زياده. اليوم التجار اذا بتنزل انت على الاسواق وبتعرف بتحس بتشوف ما في شغل، 20% في اوكيبنسي. نعم استاذ اسعد، بمكان معين احنا بنعرف جيدا في تباين بالاراء داخل الهيئات الاقتصاديه، ولكن بمكان معين رفضكم هو بشكل مجتمعين عليها هذا الموقف، ولكن اليوم الخطوات اللي ممكن تتخذوها اليوم بحال اقرت بشكل كثير سريع، شو معقول تعملوا اليوم كهيئات اقتصاديه؟ قرت بحال وقرت السكي، نعم على اضراب، نعم وهي شغله بتهز البلد وبتهز البلد حتى لبرا. انت بتعرف استاذ رياض سلامي باكر عطى رايه للحكومه انه ما بيسوى تنعمل بتداعيات السلسله. صحيح نعم، وفي صندوق النقد كمان عطى رايه كمان انه ما بيسوى لانه هيدا بينزل الجراد تبع لبنان. هيدا كله بيأثر. استاذ اسعد انا بدي اعتذر منك كمان لانه عندنا مشكله كمان تقنيه بعتقد بالخط معك، انا بعتذر وعلى ما امل لقاء طبعا قريبا مع حضرتك. نحن بنتابع نشرتنا الاقتصاديه حيث توقع معهد التمويل الدولي انه اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب المستمره رح ينكمش بحوالي 20% ب 2012، بوقت يمكن انه يتم انفاق احتياطات النقد الاجنبي باكملها نهايه 2013 بحسب المعهد، اللي اكد انه التضخم بسوريا بلغ 40% وتراجع سعر صرف الليره السوريه مقابل الدولار 51% من أدار 2011 حتى اليوم. عالميا أكدت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي بالصين أن قطر القابضة الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادية القطري حصلت على مخصص للاستثمار بقيمة مليار دولار بأسواق المال الصينية، وقطر تسعى للحصول على مخصص بقيمة 5 مليار دولار ضمن برنامج الصين للمستثمرين الأجانب من المؤسسات، وهو النافذة الرئيسية للاستثمار الأجنبي بأسواق الأسهم والسندات الصينية. أوروبيا اتهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني حكومة ماريو مونتي باتباع سياسات بتفرضها عليها ألمانيا، مما دفع البلاد للبقاء تحت رحبة الركود اللي ضربها لخمس أرباع متتالية. وأشار بيرلسكوني اللي فتح النار على كل من هو متصل بالقضايا الأوروبية إلى أن ألمانيا استفادت بشكل كبير من الأزمة المالية على حساب الدول الأخرى بالتزامن مع انخفاض تكلفة اقتراضها. وبحسب بيرلسكوني السياسات اللي تبعها مونتي خلقت وضع أسوأ مما كانت عليه قبل تطبيقها، إشارة لأنه مونتي كان أعلن عن عزمه الاستقالة من منصبه بعد إقرار الميزانية للعام المقبل، بوقت كان أشار بيرلسكوني لإمكانية عودته للحياة السياسية مجددا بإيطاليا. إلى عالم المصارف، حيث وافق HSBC أكبر البنوك البريطانية والأوروبية على تسوية مع السلطات الأمريكية بشأن قضايا غسيل الأموال، وذلك عبر دفع 1.9 مليار دولار. وكان البنك اعترف وقت سابق من هالسنة بضعف رقابته على عمليات غسيل الأموال، مما ساعد العصابات والإرهابيين من الوصول للنظام المالي الأمريكي. وكان HSBC خصص 800 مليون دولار بالربع الثالث لتغطية نفقات التحقيقات والغرامات المحتملة، بجانب 700 مليون دولار أخرى كان خصصها سابقا، لكن الغرامة الفعلية تخطت هالرقم بحوالي 400 مليون دولار.
الى الولايات المتحده حيث اعلنت الخزانه الامريكيه عن بيع باقي حصتها بشركه التامين AIG لتنهي بذلك ملكيه الحكومه للشركه بعد حوالي 4 سنوات من مساعدتها لتخطي تداعيات الازمه الماليه عبر ضخ مبلغ 182 مليار دولار بالشركه. وبتنهي هالعمليه واحد من اكبر برامج الانقاذ الحكوميه بالولايات المتحده لاثار جدل سياسي خلال الازمه الاخيره، حيث كانت الحكومه ادرت ان لن تسترد المبلغ بالكامل، ولكن بعد اعاده هيكله الشركه اصبحت قادره على الاستمرار وتمكنت من سداد مبلغ الانقاذ بالكامل بالاضافه الى جانب ارباح دافعي الضرائب بعد الارباح. ايضا عالميا، وقع المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان على تسويه للقضيه اللي رفعتها ضده عامله النظافه نافيساتو ديالو بفندق بمانهاتن صيف 2011 وطلبته بتعويض مادي بعد التحرش فيها وبمحاوله لاغتصابها. وبالوقت اللي بقيت فيه تفاصيل وشروط الاتفاق سريه، كانت كشفت بعض المعلومات انه قيمه الاتفاق ممكن تتراوح بما بين 5 و13 مليون يورو. لا تتوقف بذلك الملاحقات القانونيه اللي استمرت 18 شهر بحق ستروس-كان. ومن جهة أخرى، توصلت ديالو 33 سنة لاتفاق مالي مع صحيفة نيويورك بوست اللي كانت ادعت عليها عاملة الفندق اللي وصفها بأنها عاهرة. إلى بعض متفرقات، حيث بتتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية توضيب وترتيب مسابك الذهب بالبنوك المركزية الكبرى حول العالم. الصور اللي حنشاهدها أمامنا على الشاشة بتعود لجولة تمت داخل خزائن الذهب التابعة لبنك إنجلترا المركزي، واللي بتحتوي على أطنان من المعدن الأصفر بقيمة إجمالية عند 315 مليار دولار. وجدير بالذكر أن الرف الواحد من هالرفوف الأمامنا تحتوي على طن من الذهب اللي بيبلغ قيمته حوالي 56 مليون دولار. مع هالصور الجميلة ننهي أخبارنا وإلى جولة البورصات. طبعا دي بورصة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على بعض الاستقرار الإيجابي، طبعا بدعم من أسهم سردار أوابي اليوم اللي اقتربوا من مستويات 12 دولار ونص تقريبا. إلى جولة على أسواق الخليج، حيث المؤشر السعودي اليوم كان لقى بعض الدعم بظل بعض عملية الشراء بعد طبعا تراجع المؤشر بجلسات السابقة. أما مؤشر سوق دبي فكان لقى ضغوط اليوم من قطاع العقار. إلى جولة على الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم اليابانية اليوم بظل تراجع أسهم شركة كينشاي إلكتريك باور بعد ما كانت أشارت هيئة الرقابة النووية إلى أنه مخاطر حدوث زلزال بتمنع إعادة تشغيل مفاعل تابع للشركة. ومن جهة أخرى، كانت الأسواق بانتظار وما زالت بانتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اللي بيبدأ بعد ظهر اليوم، بظل توقعات باستمرار البقاء طبعا الإبقاء الفائدة قرب الصفر كما كان تعهد الفيدرالي ببقائه على عملية التخفيف الكمي بشراء أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. إلى جولة على المؤشرات الأوروبية طبعا اللي عم بتلاقي اليوم بعض الضغوط بشكل العام من انخفاض أسهم البنوك لجلسة ثانية وسط أزمة سياسية بإيطاليا، وكان سهم بنك كي بي سي جروب البلجيكي هو الأكبر انخفاضا بعد ما بيع دفعة جديدة من الأسهم. ولكن عم نلاحظ بعض الإيجابية طبعا بانتظار أي تطور بالملف الأوروبي وتحديدا بالملف اليوناني، وأيضا انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي. إلى نظرة على أداء المعادن، حيث تراجع الذهب لكن المعنويات استمدت بعض الدعم اليوم قبيل الاجتماع الفيدرالي كما كنا ذكرنا بعد ظهر اليوم. والأونصة بهالمحافظات كور مستويات 1713 دولار ونص. إلى نظرة على أداء النفط اللي عم بيلاقي مزيد من الدعم من التوترات المستمرة بالشرق الأوسط، وأيضا بانتظار أي تطور بسياسة الفيدرالي الأمريكي باجتماعه بعد ظهر اليوم. إلى جولة سريعة على أداء العملات، حيث اليورو عم بيسجل بهاللحظات أمامنا على الشاشة، ننتظر لنشاهد اليورو 1.2994 وهم سجل بعض الاستقرار الإيجابي. ولكن اليورو كان لقى بعض الضغوط اليوم من الأزمة السياسية المستمرة بإيطاليا واللي بدأت مطلع الأسبوع الحالي، وأيضا من توقعات بانكماش الاقتصاد الفرنسي بالربع الأخير من هالسنة 1.2989 تقريبا لليورو دولار. هذه كانت أخبار الاقتصادية، مزيد من الأخبار بالنشرة المسائية منعود لكم تبعت النشرة. شكرا ماريس.